natural killer cell. الناتشورال كيلر سيل دي لا هي بي ولا هي تي. في ناس بيقولوا انها ليها شويه ريسبتورز اوف تي ليمفوسايتس، ولكن ات كانوت جو تو ذا ثايموس تو بي ديبندنت اون ات، ما تعتمدش على الثايموس خالص. الناتشورال كيلر سيل دي عباره عن خليه زي الليمفوسايت، ليمفوسايت عادية خالص. هذه الخلية is non-specific، يعني مشتغلش على حاجة معينة، وبدل non-specific يبقى هي بتلعب دور كبير قوي في حاجة اسمها innate immunity و innate immunity و innate immunity يعني natural immunity، الاميونيتي الطبيعية اللي ما فيهاش immune response. لا تعتمد على ميموري سيلز ولا تعتمد على previous exposure to the antigen. هي كيفة ايه؟ هي كيفة destruction of viral infected cells and tumor cells. فدي اهي، ادي خلية اهي وحصل لها infection بفيروس، يبقى دي اسمها فيروس انفكتد سيلز، يبقى الريسبتورز اللي عليها انحرف. تقوم ايه، تيجي الناتشورال كيلر تبص لها كده وتروح بخ عليها بالظبط زي ما يكون واحد بيبخ، حاجه اسمها بيرفورنز. البيرفورنز دي يروح مخرمين الخلايا، ومعاها حاجه تانية تتفرز اسمها جران زايمز. تروح الجران زايمز داخله من الخروج دي طبعا اذا ما حصلش رابشر للخليه بالاوزموزس، وتروح للنيوكلياس تكسر لنا الكروموزومز زي ما انتم شايفين كده، تروح مكسرها، يقوم يحصل بروجرامد سيل ديث بنسميها ابوبتوزيس. يبقى الابوبتوزيس معناها programmed cell death. ايه اللي حصل؟ الناتشورال كيلر شافت الخلية المنحرفة اللي هي viral infected cell او الكانسر سيل، تيجي تتصدر لها كده وتروح مطلعة perforins تخرمها، وبعد ما تخرمها كمان يخش معاها الجراند زايمز يعمل destruction of the chromosomes cutting the chromosomes leading to programmed cell death او apoptosis. هذا الكلام يبقى enhanced يعني بيكبد قوي في وجود connection ما بين حاجة اسمها فاز بروتين هنا وفاز ليجن. فاز وفاز ليجن ديل يروح لازقين في بعض كده، يقوم ده enhanced يعني تدقر الخليه ما تخليهاش تهرب منها، تقوم تبتدي تطلع البيرفورنز والجرانزايمز، البيرفورنز يخرمها والجرانزايمز يخش يكسر الكروموزومز يؤدي الى ابوبتوزيس.